النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. حقق مجلس التنمية الاقتصادية بدعم من فريق البحرين إنجازا قياسيا باستقطابه استثمارات تفوق 1,700,000,000 دولار أمريكي في عام 2023، وهو تدفق يعادل زيادة سنوية قدرها 55% بالمقارنة مع استثمارات بقيمة 1,100,000,000 دولار أمريكي استقطبها المجلس في العام 2022. ومن المتوقع أن تساهم الاستثمارات الجديدة في خلق أكثر من 5,700 فرصة عمل على مدى 3 سنوات، وهي تأتي من 85 مشروع استثماري محلي ودولي تتوزع على القطاعات التي تضعها المملكة على رأس أولوياتها، وهو ما يدعم توجهها نحو تعزيز التنوع الاقتصادي والنمو المستدام. أكدت ريبيكا هولانس فانلوك الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة فريزر هوسبيتاليتي، أكدت على اهتمامهم الكبير في الاستثمار بقطاعي الفندقة والضيافة في مملكة البحرين. جاء ذلك على هامش افتتاح فندق فريزر سويتس مؤخرا في منطقة الليوان بالهملة. نفتتح عقارنا الثالث في البحرين هنا في الليوان. نحن هنا في البلاد منذ عام 2012، وهذه هي عملياتنا الثالثة. متحمسون للغاية لفتح مفهوم جديد بشقق أكبر وشرفات أكبر، ونأمل أن نجذب جمهورا مختلفا عما لدينا في ممتلكاتنا الأخرى في المدينة. والآن نترككم مع أعداء الأسواق المالية الخليجية. وللحديث حول أسواق العملات يسرنا أن تنضم معنا عبر الاتصال المرئي من المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذة رانيا جول، محلل أسواق في الشرق الأوسط VXS.com. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. في البداية، ما الذي يحدث في سوق العملات المشفرة، وما هي توصياتك في ظل الانخفاض الذي تشهده في الفترة الحالية؟ في البداية أشكركم على الاستضافة في قناتكم الموقرة. بالنسبة لأسواق البيتكوين، أنا أرى أنها مرتفعة في مستويات قوية جدا خلال الفترة القريبة الماضية والآن في الفترة الحالية، وذلك بسبب السيولة التي تم ضخها في الأسواق الرقمية خلال 5 أسابيع الماضية، حيث تم ضخ حوالي 10 مليار دولار في الأسواق الرقمية من قبل المستثمرين في صناديق تداول البيتكوين الفورية، زائد أن بلاك روك رفعت مقتنياتها من البيتكوين ل 6 مليار دولار، وكل هذه تعتبر سيولة كبيرة جدا لرفع أسعار البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى خلال هذه. طيب أستاذة رانيا، بالنسبة للدولار، من أين يستمد قوته في الوقت الحالي، خصوصا مع وجود أسعار فائدة عالية؟ الدولار الأمريكي يستمد قوته أعتقد في هذه الفترة من سياسات الفيدرالي المتشددة، ومن بيانات السوق الأمريكية القوية التي تعطي أو التي تظهر مدى مرونة السوق الأمريكية والاقتصاد الأمريكي وسوق العمل الأمريكي. وبالتالي فإن البيانات أظهرت للأسواق عكس ما تتوقع، أظهرت أن التضخم عنيد وأن التضخم لا زال مرتفعا ولا يهبط بالمعدلات المرتقبة أو المتوقعة. لذلك حدثت فجوة ما بين تسعير الأسواق لوقت خفض أسعار الفائدة قريبا وسياسات الفيدرالي فعليا وبيانات الأمريكية لخفض أسعار الفائدة. نعم، الأستاذة رانيا جول، محلل الأسواق في الشرق الأوسط في XS.com، كنت معنا من مدينة عمان، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.